إذن مشاهدينا دائما مع أخبار الحملة الانتخابية في يومها السادس، حيث ينشط الآن عبد القادر بن جرينا رئيس حركة البناء الوطني تجمعا شعبيا برئيس حميدو بالعاصمة. نتابع في هذه الصبيحة وفي غيرها من الأيام صباحا ومساء، وباسم الجميع نرحب بالمجاهد الحاج ليشور ونحن في بلديته وقريب من مسكنه. مش عارف راه موجد اليوم العشاء الغداء الجماعة ولا مش موجد تاع الضيافه؟ موجد الكلمة برك. موجد للكلمه. طيب اسي، وهو من مجاهدي ثوره التحرير المباركه. نلتقي اليوم ايها الاعزاء في ذكرى عظيمه تحمل في طياتها عبق النضال وصوت الثوار، الذكرى المزدوجه لعشرين اوت قريبا من اجتماع الابطال السته الذين كان لهم الفضل أننا اليوم نعيش في جزائر مستقلة، في دولة ذات سيادة تحكم نفسها بنفسها بعيدا عن الاحتلال وعن الاستدمار. إنها ذكرى 20 أوت، يومان يمثلان محطتان كبرى في تاريخ الشعب الجزائري. إنها 20 أوت 1955 و 20 أوت 1956. 20 أوت 1955 إنها فك الحصار على ثورة التحرير المباركة في أوراس النمامشة بدعم إخوانهم في الشمال القسنطيني، ولقد أرخ المجاهدون الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى أن بقوا أحياءً أن الثورة لولا تدخل الشمال القسنطيني يوم 20 أوت 1955 لانتهت ثورة التحرير المباركة التي اندلعت ب 1900 نوفمبر 1954. فكان فكا للحصار، وكان تضحية، وكان التحاما بين جهات الوطني، بين أوراس الممشى وبين الشمال القسنطيني. إنها فكت الخناق عن ثورة كادت أن تنتهي لولا لطف الله سبحانه وتعالى وتدثرها ومناصرتها بإخوانها يوم 20 أوت 1955. ثم إن في 20 أوت 1956 شهدت الجزائر مؤتمر الصمام الذي كان أداة وحدة للثورة الجزائرية، وكان أداة أو وسيلة لتعميم الثورة المباركة لتعم كل الوطن، وكان أداة لتنظيم الثورة، وكان أداة لترتيب الصفوف، فكان لها من الفضل ما يكمل ولا يزاحم ثورة نوفمبر المباركة. أيها الإخوة الأعزاء، إن الذكرى المزدوجة 20 أوت تعكس عظمة التضحية وشجاعة الأبطال، وتذكرنا بأن النضال من أجل الحرية ليس مجرد معركة عسكرية، بل قبلها معركة وعي، بل جهاد من أجل الكرامة والمستقبل، وهي دعوة لنا جميعا كجزائريين أن نستحضرها دوما لمواصلة السعي من أجل المحافظة على الاستقلال الذي ضحى من أجله ملايين من الشهداء، قد يصلون إلى 8 مليون أو 10 مليون فقط في ثورة التحرير 54 مليون ونصف مليون من الشهداء. ثم إنها لسعي لتعزيز القيم التي ضحى من أجلها ثوار نوفمبر. ثم إن هذا المنزل الذي كنا الآن به، الذي احتضن أبطالنا الستة، يعتبر عمقا تاريخيا كبيرا في مسار ثورة التحرير المباركة التي ضم بين جدرانه اليوم تجسيدا للقيم، ضم بين جدرانه الثقة والإرادة التي قادت الجزائر نحو التحرر. يمثل هذا المنزل اليوم تجسيدا لقيم النبيلة التي بذل من أجلها الشعب الجزائري النفس والنفيس، يشهد على الصمود والتفاني
في سبيل هذا الوطن. نقف اليوم أيها الإخوة بمعيتكم وأيدينا مرفوعة. المجاهدين هي استكمال حلم الشهداء والمجاهدين. إذا مشاهدينا نتوجه الآن إلى ولاية تيارت، حيث يقوم مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن شريف بتجمع شعبي بقاعة العروض الآن بولاية تيارت. نتابع في توسيع الثورة، وساهم في التخطيط الدقيق للثورة وفي تقسيم الجهات التي بعد ذلك تحولت إلى ولايات تاريخية عملت على تحقيق الاستقلال الوطني. إخواني أخواتي، أنا عندي شوية ربط خفيف جداً مع ذكرى 20 أوت 56، ربط خفيف. اسمحوا لي نقول لكم، رغم أنني ما نحبش نتكلم على روحي، أنا الآن راني نتكلم على مشروع تاع فرصة للجزائر والجزائريين. مؤتمر الصومال 56 اللي كان مؤتمر عرفت فيه الثورة عملية تخطيط وتنظيم، وشاركوا فيه قادة الثورة آنذاك زيغود يوسف وعبان رمضان وغيرهم من المجاهدين والشهداء اللي استشهدوا من أجل هذا الوطن، واللي في الحقيقة كثير من الناس يحبوا يشوهوا صورة هذا المؤتمر على أنه أساس لتحويل مسار الثورة، ولكنه لا. هذا المؤتمر كان مسار لتنظيم الثورة، وبعد هذا المؤتمر الثورة عرفت التنظيم، أنهك فرنسا ودفعها إلى الخروج وأخرجها بعد أن حافظ على تقسيم الوطن إلى مجموعة من الولايات التاريخية الست التي كانت هذه الولايات متكاملة في أدائها الثوري، وسمح للثورة بأن تفتح خطوط للتسليح وأن تفتح خطوط للعمل السياسي، وازن بين العمل السياسي والعمل الثوري. أنا لما زدت في 1 نوفمبر 1966 الوالدة تاعي سماتني عبد العالي. علاش سماتني عبد العالي؟ خالي الشهيد عبد العالي بن بعطوش كان هو الكاتب الخاص تاع مؤتمر الصومام بتكليف من زيغود يوسف، وقدم، وتقدروا ترجعوا للتاريخ وتلقاو هذه الصلة هذه، وأنا معتز بهذه الصلة، معتز بهذه الصلة التاريخية. لماذا؟ لأن هذا البعد التاريخي اللي حزناه كلنا كشعب جزائري، ما كانش جزائري، والدينا وأبائنا المجاهدين كانوا يقولون ما كانش جزائري وجزائرية ما كانش عنده صلة بثورة التحرير، ما كانش جزائري وجزائرية ما نصرش بلاده لا شتب حبة تمر، كان مخبيهم في الدار مدها من المجاهدين، والله بكسرة واحدة تاع خبز واحدة تاع كسرة مدها للمجاهدين والمجاهدات. ولذلك احنا الوحيدين اللي نستثنيهم من خدمة البلاد هم الناس اللي في ذلك الوقت قلال، اللي راحوا ربما التحقوا بفرنسا وخدموا مع فرنسا نتيجة لظروف معينة، هذوك الناس يستثنيهم التاريخ من التمجيد. أما الشعب الجزائري كله شعب مجاهد أبي شارك في إخراج المستعمر، وهذا تاريخ يا إخواني ينبغي أن نتمسك به. أحد الأسباب اللي حفظت الجزائر هو التمسك بهذا التاريخ المجيد، وتاريخ الجزائر يا إخواني ما ينتهيش غير في ثورة التحرير، ينتهي أو تاريخ الجزائر الحديثة بدأ من تيارت، بدأ من الدولة الرسطومية، أول دولة مستقلة في المغرب الأوسط، أول دولة مستقلة على أرض الجزائر هي الدولة الرسطومية، خير كذا سي عبد الكريم، وثم بعد ذلك توالت الدول، وهذه الدولة حفظت هذه البلاد وجعلت لها سمات، وجات من بعدها الدولة الفاطمية والدولة الموحدية وكل الدول اللي تعاقبت حافظت على هذا البعد تاع الانتماء تاع هذا الوطن إلى هذه الرسالة السمحاء اللي جاءوا بها الفاتحين الذين فتحوا هذا الوطن وجعلوه أرضا للإسلام. كما قلناها في البرنامج تاعنا فرصة، أول كلمة ذكرناها قلنا أن الجزائر أرض الإسلام وستبقى أرض الإسلام رغم
شكرا. إذن مشاهدينا، من حركة مجتمع السلم إلى العودة إلى رئيس حركة البناء الوطني الذي ينشط الآن أيضا تجمعا شعبيا بالرئيس حميدو بالعاصمة مع السليل باعتماده يوم 22 فبراير ليتلاحم الشعب مع جيشه يوم 16 يوم الكتاب الوطني باعتماد يوم 7 يونيو يوما وطني للكتاب إحياء لذكرى حرق مكتبة الجامعة سنة 1962 18 من الإنجازات التي حققها مرشحنا عبد المجيد تبون بما يتعلق بالذاكرة استرجاع 2 مليون وثيقة وكل الأرشيف المتعلق بالفترة العثمانية، كما سلمت تركيا وريثة الخلافة العثمانية أرشيف الجزائر بأكثر من 2 مليون وثيقة. نتمنى أن تكون لنا مواقف متشددة تجاه الاحتلال الفرنسي كي يسترجع ذاكرة الأمة الجزائرية. 19 تم طبع 150 عنوانا جديد مصدرها الرئيسي الشهادات الحية للمجاهدين ومذكراتهم. تم إنجاز 46 عملا سمعيا بصريا من صيغة الأعمال التوثيقية. تم إنجاز 18 فيلم مطولا وشرائط وثائقية من بينها 3 أفلام تاريخية. ونحن نستذكر هذه الذكرى، هذه هي الإنجازات التي يدخل بها مرشحنا المواطن عبد المجيد تبون ليخوض انتخابات 17 أو 7 سبتمبر. فإذا كان هناك إنجازات أعظم من هذه الإنجازات منذ استقلال الجزائر سنة 62 ليذكرونا بها. إننا عندما ندعمه مرة ندعمه لأنه حقق السيادة نذكر ماذا حقق، مرة ندعمه في حركة البناء الوطني لأنه يسعى لتحقيق الأمن الغذائي نذكر ما هي الإنجازات التي ذكرها، مرة نذكره لينوع من مصادرنا الدخل من بالعملة الصعبة فنذكر ما هي الأشياء التي حققها، مرة نذكر كيف سعى لأمننا الطاقوي فنتكلم عن الطاقة الكهربائية التي أطلقها مؤخرا، وعن قريب سوف ترون إنجازها على أرض الوطني. مرة نتكلم عن الأمن المائي في هذا اليوم في بومداس، وسيرى الجزائريون إنجازاته في تحقيق الأمن المائي. مرة نتكلم عن الأمن الدفاعي ونتكلم عن دعمه لاحترافية الجيش الوطني الشعبي وتمكين أجهزتنا الأمنية من آخر تطورات وتحديثات لحماية السيادة. أيها الوطن، أيها الإخوة الأعزاء، إن الوطن يسير نحو المستقبل، ورجل المرحلة الذي اخترناه ليكون فارساً لاستحقاقنا الرئاسي هو عبد المجيد تبون. ولهذا فإننا ندعو الشعب الجزائري للالتفاف حول مشروع مرشحنا والتصويت عليه حتى نعيد ملحمة أخرى ستشهد الجزائر في العهدة القادمة بإذن الله بتعاون الجميع، بسواعد أبنائنا الخيرين، بكفاءاتنا النزيهة، بإطاراتنا القائدة، بنخبنا الحكيمة، بشبابنا الطموح، بجيشنا المرابط، بأجهزتنا الأمنية العين الصاهرة لحماية السيادة، بقيادة الأخ الفاضل المواطن الجزائري عبد المجيد تبون الذي سيقود الجزائر في المرحلة الحاسمة القادمة نحو تجديد المؤسسات وتعزيز القدرات وإعادة الهيكلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقسيم الإداري الجديد الذي قد يفوق في تحليلنا ربما 100 أو 120 ولاية جديدة. وكما أنها مناسبة نحيي فيها كل المرابطين في الثغور في جزائرنا الحبيبة، ونؤكد التزامنا الثابت بالدفاع عن وطننا وصون وحدته واستقراره وتجسيد قيم الشجاعة والإثار التي طالما جيشنا الباسل حماها بدمه
وبعرقه وبوقته وبجهده وبأحيانا مضيعة عائلته وأولاده. أيها الإخوة الأعزاء، أشكر لكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحاج لا يشكر يقول حقيقة. نعم، إذن مشاهدينا، كان هذا التجمع الشعبي الذي نظمه اليوم عبد القادر بن جرينا رئيس حركة البناء الوطني بالعاصمة. نتوجه الآن إلى مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن الشريف بولاية تيارت. ومناصرة المقاومة في كل الأوطان. الجزائر أحد العناصر الأساسية في محور المقاومة العالمي منذ انخراطنا في محور عدم الانحياز إلى الآن، وإحنا محافظين على توجهاتنا اللي ولات ما هيش توجهات سياسية ربما تدار فقط، هي توجهات الآن أصبحت ضمن مبادئ عقيدة الشعب الجزائري اللي مؤمن دائما بنصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية الفلسطينية والقضية الصحراوية وكل القضايا العادلة في العالم. والجزائر يا إخواني بشعبها اللي يستلهم هذا الروح المقاومتية من ثورة نوفمبر ومن قيم ومبادئ الشهداء والمجاهدين اللي اليوم نحيو يوم المجاهد، هذا الشعب استلهم هذا الروح من هذه الثورة الملهمة اللي رانا عايشين على قيمها وعلى مبادئها وعلى توجهاتها وعلى إرادتها في مساعدة الشعوب على التحرر. رانا عايشين على هذه القيم يا إخواني، ما دام على رانا على هذا الخط ما همش راح يخليونا، مش راح يتركونا، ما همش راح يجعلونا يخليونا دولة تقوى وتستعد. ولذلك احنا اللي نقف في وجه هذه المخططات. كيفاش نقف في وجه هذه المخططات؟ احنا يا اخواني رانا نقولوا ان بلادنا مستهدفه في كل جوارها، في الجنوب، في الغرب، في الشرق، في الشمال، كل الجوار فيه نقاط توتر والتهاب، وجيشنا راه قائم بدوره في حماية البلاد. ولكن يا إخواني حماية البلاد ما هيش مسؤولية أمنية وعسكرية فقط، حماية البلاد مسؤولية سياسية وشعبية. مسؤولية سياسية، الرئيس القادم لازم يكون مسنود شعبيا، وبالتالي الشعب لازم يخرج. الإخوة الأفاضل، الإخوة الأفاضل، خلينا نديروا مزيج بين ما ينبغي أن نشجع به أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، وبين ما نعبر عليه من تعاطف وتضامن وتلاحم في إطار المسار. قلت إخوة الأفاضل أخواتي الفضيات، الرئيس القادم لازم يعود رئيس مسدود شعبيا، ولازم تكون هناك تكامل بين الحماية الأمنية والعسكرية والسيادية للبلاد وبين الدور الشعبي اللي لازم يكون في المقدمة. الدور الشعبي يا إخواني هو الذي ينبغي أن يجعل من المؤسسات اللي تقود البلاد مؤسسات عندها الشرعية الشعبية، ما هي ما عندهاش الشرعية الانتخابية، لأن احنا في كثير من الأحيان نستغناو على الشرعية الشعبية مقابل شرعية انتخابية. قال نديروا انتخابات واللي حضروا حضروا، قليلة والله كثيرة نسبة المشاركة ما تهمناش، المهم أننا نديروا انتخابات في الأجال وفي الوقت وكذا، واللي حضر وحضر واللي ما حضرش راهو متكفل به. لا، لازم الشعب يخرج ويعبر. لماذا؟ لأن هذا الغرب المتحالف بأطراف عديدة، بدأها بالكيان الصهيوني إلى المحور الغربي الدعم، إلى محور المطبعين، إلى محور المتآمرين، إلى محور المتربصين، إلى دور المستعمر القديم اللي كاين في كل مرة يحب يثور قضايا ويستفزنا في استقلالنا وفي وحدتنا وفي سيادتنا. لازم نوقفوا ضدهم بأننا نكونوا متلاحمين، نكونوا شعب واحد، ونكونوا كلمة واحدة. لأننا إحنا يا إخواني
الشيء اللي متفقين عليه سياسيا. بلادنا رانا كل معاها، ودولتنا مسؤوليتنا جميعا. السلطة نتنافسوا عليها، كاش حتى واحد مقاربة تاعو هي المقاربة الصحيحة وبالتالي نعطيو له الإجماع، ما كانش. كاينة مقاربات سياسية مختلفة، بلاد فيها التعددية، بلاد الشعب الجزائري بعد الاستقلال، بعد الضريبة اللي قدمها أثناء ثورة التحرير الكبرى، كاينة ضريبة أيضا قدمها في مرحلة الاستقلال. إخواني، الشعب الجزائري مرتين هو ينتفض ضد الأساليب اللي خلات الجزائر ما تحققش الحلم تاع المجاهدين والشهداء كما ينبغي. الشعب الجزائري خرج في اكتوبر 88، والشعب الجزائري خرج وانتفض في 22 فبراير 2019 مرتين، والشعب الجزائري يعبر على ان الاساليب اللي ساهمت في ان البلاد ما تحققش حلم الشهداء والمجاهدين ينبغي ان تتوقف. والشعب الجزائري كان دائما يؤكد على أنه يريد أن يعيش حراً مستقلاً سيداً على أرض المجاهدين والشهداء. هذا هو مطلب الشعب الجزائري. وبالتالي يا إخواني، الانتخابات اللي فيها الإجماع، إحنا هذا المسلسل حبسناه في 88، من خلال التعددية تاع 88 أنهينا مسلسل الانتخابات تاع المرشح الوحيد و 99.99 وان كاين ورقه فريده، نعم ولا نروحوا نحطوا نعم ونجيو نروحوا. لا، ناظرنا كجزائريين من اجل التعدديه، وناظرنا كجزائريين من اجل الديمقراطيه، وناظرنا كجزائريين من اجل التنافس بين البرامج والافكار اللي يكفلها لنا الدستور وتكفلها لنا الاراده الشعبيه اللي راها موجوده في هذه البلاد. ولذلك هذه الانتخابات يا اخواني انتخابات مفصليه، فيها تنافس بين جزائريين أبرار ينتمون إلى هذا الوطن من خلال برامجهم وأفكارهم، والشعب الجزائري هو اللي يحكم بيناتهم. ولذلك احنا جبهة المقاطعين متهنين منها، على بالنا باللي الناس اللي ترباوا على المقاطعة من أجل إضعاف الوطن، هذا الناس الكتلة تاعهم راهي تتضاعف وراهي تتراجع. لماذا؟ لأنهم ناس عملوا على تيئيس الناس وعلى أن البلاد هذه فيها صورة عدمية ينبغي أن تسوق. ولكن هناك ظاهرة جديدة في السياسة في الجزائر، هو الناس اللي راهم في قلب الانتخابات هم اللي راهم قاعدين يشوهوا في صورة الانتخابات، ويشوهوا في صورة المنتخبين المترشحين، يشوهوا في صورة المظهر العام للانتخابات، وقاعدين يروجوا في دعاوى التيئيس ودعاوى دفع الجزائريين إلى الاستقلال أو الاستقالة من العمل السياسي، ودفع الجزائريين انهم ما يؤديش دورهم من خلال خطاب كراهيه سياسيه مستمر نابع من حقد على الساحه السياسيه، ونابع من فشل سياسي معين يراد من خلاله دفع الجزائر الى انها تبقى ضعيفه، وان الشعب الجزائري ما يخرجش ويخلي لهذه الجهات اللي حابه تبقى مسيطره ومهيمنه على البلاد. وإحنا يا اخواني بوجودنا وحضورنا هو تحرير ثاني للوطن من هذه الأساليب القديمة المقيتة اللي تدفع الشعب الجزائري للياس والقنوط، وتدفع الجزائري للاستقالة. راكم معايا يا جماعة باش نحرروا البلاد من كل هذه المظاهر تاع الفساد؟ إذا يا جماعة لازم نخرجوا الشعب الجزائري يروح ينتخب، ولازم نقولوا لهذا الناس اللي راكم تكرهوا في الناس في الانتخابات، ما بقى لكمش دور في البلاد، لن يبقى لكم دور في البلاد، لانكم انتوما ماكمش تخدموا في البلاد بصدق، انتوما تقودوا في مشاريع شخصيه. احنا مشروعنا مشروع فرصه، مشروع للجزائريين والجزائريات، مش مشروع شخصي، مشروع نريد من خلاله ان نرفع الغبن وان نعالج مشاكل الجزائريين والجزائريات بنظره استشرافيه تستشرف مشاكلهم. اخواني، احنا رانا في ولايه ثيرت، لما نتكلموا على التنميه، ولما نتكلموا على الوضع الاقتصادي، ولما نتكلموا على الوضع الاجتماعي، تيارت هي نموذج كما باقي الوطن. باقي الوطن مشاكلنا اللي راها موجوده في الاطار التنموي وفي الاطار الاقتصادي وفي الاطار الاجتماعي هي مشاكل وطنيه، لازم نتعاونوا على حلها. وبرنامجنا برنامج فرصه جاء باش يوقف مسارات الاختلالات السابقه. علاش سمينا البرنامج فرصه يا اخواني؟
لأننا نريد من الشعب الجزائري أن لا يتمادى في تضييع الفرص. ضيعنا الكثير من الفرص على التنمية، على الاقتصاد، على الفلاحة، على الاستقرار الاجتماعي، على الرخاء، على أننا نجعل الجزائريين هدفهم هو العمل من أجل أن يكون وطنهم صاعد. ضيعنا فرص كثيرة من الاستقلال إلى الآن، وضيعنا مقدرات وثروات وأموال، ولكننا ما زلنا في 2024 عندنا مشاكل تنموية ومشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية. وكاين هز النموذج ولاية تيارت، ما زالت ولاية توالي هاكم تم عشتوا. وبالمناسبة كي نتكلم هذا الكلام مش من باب استغلال سياسي ولا الانتخابي، نتكلم على مشاكل واقعية عايشينها سكان ولاية تيارت. انتم الولاية اللي ظهرت فيها أزمة الماء في 2024، والحمد لله التعاون تاع المنتخبين، التعاون تاع الناس اللي بذلوا مجهود من أجل أنهم يحبسوا هذه الأزمة ويوقفوها، ولكن ما زالت ما تعالجتش. ما زالت تيارت تعاني أزمة عطش، وما زالت تيارت تعاني. لماذا؟ لأن الدراسات اللي دارت في إطار تحويل المياه وجلب المياه، تصفية البحر من مستغانم، واستغلال بعض الأحواض القريبة باش نجيبوا المال ولاية تيارت، هذه الدراسات لم تؤخذ بعين الاعتبار. وقع تقاعس في السابق من طرف المسؤولين على هذا القطاع اللي ما استشرفوش مستقبل البلاد وما استشرفوش حاجة الناس إلى الماء. ونقول لكم يا إخواني، إحنا البارح جينا من الأغواط ومن جهة الأغواط وغردايا، على بالكم باللي أكبر حوض مائي موجود في إفريقيا هو الحوض المائي اللي راه يبدأ من تيارت ويصل إلى الأغواط وغردايا وبعض المناطق في الصحراء الجزائرية. هذا هو أكبر احتياطي ماء في إفريقيا. وسائل الاستغلال وطرق الاستغلال واستشراف التخطيط لجعل البلاد ما تزيدش تقع في هذه الأزمات هي اللي ما زالت ضعيفة. لماذا يا إخواني؟ لماذا؟ لأننا إحنا استثمرنا في الهياكل، بنينا جامعات ومستشفيات والمدارس، ما نقولوش ما بنيناش، بنينا الحمد لله. الآن قرانا ومداشرنا ولاياتنا كلها فيها جامعات ومستشفيات وكذا، ولكن الشيء اللي ما استثمرناش فيه يا إخواني هو الإنسان اللي يسير، الإنسان اللي يخطط، الإنسان اللي يستشرف، الإنسان اللي يرشد التسيير، الإنسان اللي عنده وطنية زايدة تخليه يفكر في بلاده ويفكر في مستقبل بلاده ومستقبل الأجيال. وهذا بسبب منظومة التعليم اللي ما ساهمتش في إيجاد الإطارات والكفاءات اللي عندهم القدرة والكفاءة على استغلال كل هذه الهياكل اللي رانا بنيناها وصرفنا عليها دراهم كبيرة، ولكنها هياكل ما زالت جزء منها خاوي، ما يؤديش دوره في التنمية. هذا يا إخواني مشكلة. ومشاكل أخرى في تيارت، ما تيارت ما زالت لحد الآن شبكة الطرقات فيها متهرية، شبكة الطرقات فيها تعيش حالة اختناق، لا يوجد ازدواج نحو الطريق السيار ولا يوجد ازدواج نحو المناطق الجنوب. هذه بوابة، هذه بوابة تيارت، بوابة، بوابة مهمة للجنوب الغربي، وبوابة مهمة للغرب تاع البلاد، وبوابة مهمة اقتصادية. ما ننساوش يا إخواني تيارت راهي عاصمة الهضاب العليا الغربية. خي هكذا جماعة، والهضاب العليا باش تتميز يا إخواني، تتميز بأنها مناطق خصبة لإنتاج الحبوب. هذه المناطق، هذه مناطق، مناطق تاع إنتاج وتخزين القمح والشعير والذرة وكل الحبوب اللي راها موجودة في بلادنا. وهذه المنطقة بالذات منطقة تيارت وما جاورها هي من أكبر المناطق إنتاج الحبوب والقمح، قمحها قمح نوعي وجيد. وشوفوا المستعمر، المناطق اللي كان مركز عليها في زراعة القمح والاستيلاب والسلب، الثروات نتاعنا من بين هذه المناطق هي منطقة تيارت. ولذلك يا إخواني الأفاضل، هذه المنطقة عندها دور كبير لازم نحيوها. شريان الحياة هو ثلاثة أو أربع قضايا. الشريان الأول هو الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما نقدرش نخليو هذه البلاد بلا ماء، ما نقدرش نخليو هذه البلاد بلا ماء صرف الشرب وبلا ماء للزراعة وبلا ماء للحركة الصناعية والاقتصادية في البلاد. والشريان الثاني هو الطرقات. البلاد تكون عندها كما نقولوا في الويديتي في اتجاهات الكل، الناس تقدر تتنقل، تجي آمنة، تروح تتحرك آمنة إلى غير ذلك. وثم بعد ذلك شريان الحياة هو الإنتاج الفلاحي والغذائي، اللي راهي تيارت أحد الولايات الكبرى في إنتاج القمح والحبوب والثروة الحيوانية
والثروة الفلاحية، وهذه ولاية مهمة بهذا المستوى، لابد لها من برامج مستعجلة للقيام بها. احنا يا إخواني برنامج فرصة رانا جعلنا فيه رؤية واحدة سياسية تبدأ بإصلاح بيئة الحكم، نخلصوا من البيروقراطية ونتخلصوا من المقاومة اللي ما تخليش البلاد تتقدم وتتطور، لأن كاين هناك خلايا تاع مقاومة تقاوم كل إصلاح وكل تقدم في البلاد، ونقاوموا البيروقراطية اللي ما خلاتناش ننجزوا مشاريع وننجزوا أعمال وفق المقاييس والإرادات اللي نحطوا فيها، وأيضا نطوروا بيئة الحكم هذه بإيجاد الرقمنة وبإيجاد وسائل العصر اللي تخلي المعلومات والمعطيات بين أيدينا. والموضوع الثاني يا إخواني هو الاهتمام بالإنسان. احنا برنامجنا يرتكز محوره هو الإنسان. إذا ما أصلحنا الإنسان من خلال التعليم ومن خلال الأسرة ومن خلال دور المسجد ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني ومن خلال التكوين ومن خلال التكوين المهني والتكفل بالشباب والتكفل بالنساء والتكفل بكل فئات المجتمع، إذا ما اهتمينا بالإنسان وحاولنا أننا نوفروا له كل الأجواء اللي تخليه إيجابي تجاه الوطن تاعه، فإنه يكون صالح ويعطيه فرصة، هو اللي يصنع الفرصة. الفرصة يا إخواني قادرة تجي، ولكن صناعة الفرص هي صناعة تنطلق من الذكاء والعبقرية تاع الإنسان. ولذلك احنا برنامجنا برنامج فرصة يركز على الإنسان من أجل جعل هذا الإنسان محفوظ الكرامة ومحفوظ الدور، متكفل به صحيا وعلميا وطبيا، متكفل به اجتماعيا، متكفل به ما يعانيش مشاكل تاع القدرة الشرائية وما يعانيش مشاكل تاع أجور، وشبابنا ما يعانيوش مشكل تاع بطالة، ونسائنا يكون عندهم دور في إطار الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وكل فئات المجتمع تكون متكفل بها. هذا هو دورنا وهذا هو برنامجنا، برنامج الفرصة يا إخواني. ثم بعد ذلك برنامجنا يرتكز على بعد اقتصادي اجتماعي حر، بمعنى أن اقتصادنا اللي يكون في البلاد هو اقتصاد قائم على الحرية، أولا على حرية التجارة، حرية الاستثمار، وحرية الاستيراد والتصدير مع الضبط، وعلى حرية الإنتاج وحرية إنشاء المؤسسات المصغرة والمتوسطة، على الحرية أساسا، ثم على العدالة الاجتماعية. الثروة لازم تقيس كل أبنائنا، وكل مؤسساتنا لازم تكون ملك لكل الجزائريين، أبنائنا الشباب. احنا قلنا واحد العبارة وحاولوا يجعلوها منا من خطابنا على أننا وكأننا احنا رانا ضد الشباب وضد منحة البطالة. احنا قلنا أننا نحول منحة البطالة إلى منحة إدماج، ولازم المؤسسات اللي شبابنا البطال اللي ياخذ هذه المنحة لازم يكون مربوط بمؤسسة اقتصادية، مؤسسة تخليه وتحرر له منصب عمل في المستقبل، باش يولي عامل ويولي موظف ويولي نافع، ما يبقاش فقط عايش على تلك المنحة لأنها ما توفرلوش الحياة الكريمة. واش تدير 1,800,000 الواحد شاب عنده طموح باش يتزوج، ولا عنده طموح باش يدير دار، ولا عنده طموح باش يعيش، ما تقدرش تكفيه في ظل ارتفاع الأسعار وفي ظل انخفاض القدرة الشرائية وفي ظل انخفاض قيمة الدينار. ولذلك احنا مشروعنا هو أننا نحل هذا المشكل لدى الشباب من خلال تشجيعهم أولا على العمل مع مؤسسات في إطار تحرير مناصب عمل، في إطار تشجيع الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية أنها توجد للشباب مناصب عمل، الشباب والشابات، ثم نشجعوهم على أنهم يديروا مؤسسات مصغرة ويديروا مؤسسات اللي من خلالها يوليوا منتجين ومبدعين وإيجابيين في بلادهم. عندنا في برنامج فرصة حل للكثير من المشاكل اللي يعانيوا منها الأساتذة والمتقاعدين، ورانا تعهدنا في برنامجنا أننا نراجع القانون الأساسي للتربية والقانون الأساسي للتعليم العالي والقانون الأساسي للتكوين المهني والقوانين الأساسية اللي تنظم كل الفئات. لماذا؟ لأننا في الآن لازم نلحقوا إلى حالة من الاستقرار الاجتماعي، لأن هذه القوانين يا إخواني تعطيلها وتأخيرها ما يخليش العمال يشعروا بالراحة. لماذا؟ لأننا إحنا من خلال مراجعة هذه القوانين أولاً نراجع الحقوق، ثانياً نراجع القيمة الأساسية، ثم ثمن دور هذه الفئات، وأخيراً نجعل هذه الفئات منتجة.
إخواني برنامج الفرصة اللي احنا نحملوه برنامج يقوم على إرساء السكينة الاجتماعية. احنا برنامجنا لازم نخرج الشباب من الآفات الكبيرة اللي راهي اللوبيات الخارجية هي اللي راها تعمل على محاولة إغراق البلاد بالمخدرات والمهلوسات. الجهة الشرقية جهة ليبيا هناك خصم عدو مدعوم من طرف الدول الوظيفية يعمل على أن تغرق السوق، مش السوق لأن المخدرات مش سوق، أن إغراق البلاد بالمهلوسات والمخدرات حتى تأتي على العقول، حتى يصبح جيل كبير من أبنائنا وبناتنا عايش عقله خارج على راسه، وبالتالي ما يقدرش يكون مفيد، وبالتالي نخلق مجتمع هش. ثم احنا هذا دورنا يا إخواني باش نعالجوا هذه المشكلة ونوقفوا ضدها، باش منخليوا شبابنا يقتنعوا باللي السبيل الوحيد للعيش هو الحرقة. لا، شبابنا لازم يعيشوا في بلادهم، الحرقة ما تحللها مش مشكلة، الحرقة ما تخليهمش يعيشوا بكرامة، العكس، الكرامة في هذه البلاد، بلاد الشهداء والمجاهدين، بلاد بيان أول نوفمبر. إخواني الأفاضل، احنا برنامجنا برنامج الفرصة هو برنامج لتمتين الأسرة، هو برنامج لتمتين تماسك المجتمع، هو برنامج لتشجيع الإبداعات الثقافية والرياضية. وانتم تيار الحمد لله راكم بلاد فيها الرياضة، هاو النتائج تاع الجزائر في الأولمبياد فيها زوج من تيار اللي حقوا زوج ميداليات سكان ولاية تيار، واش حقوا زوج ميداليات الجزائر، مبروك عليهم، مبروك على الرياضة الجزائرية. وبرنامجنا يا إخواني برنامج يهتم ويعتني بتطوير الرياضة، سواء الرياضة رياضة النخبة التنافسية ولا الرياضة كسلوك في المجتمع اللي يخلي شبابنا وشاباتنا وأبنائنا وبناتنا يمارسوا هذه الرياضة اللي تساهم في تصحيح وتقويم السلوك العام. هذا هو البرنامج اللي احنا نحملوه للجزائريين والجزائريات، ورانا في كل ولاية من الولايات نحرصوا على أننا نشرحوا بالتفصيل بعد من الأبعاد. احنا عندنا 62 تعهد، هذا 62 هي تبرك بتعهدات سنوات الاستقلال وسنة الاستقلال، ولكن هذا 62 تعهد يا إخواني، هذا 62 تعهد ساغوها رجال ونساء خبراء عاشوا وعايشوا تطور التنمية في البلاد، قيموا المخططات التنموية، قيموا السياسات العمومية، قيموا البرامج، درسوا التجارب الخارجية، عارفوها جميعا. مشاهدينا، كان هذا جزء من التجمع الشعبي الذي نشطه اليوم مرشح حركة حمص عبد العالي حساني الشريف.